كان صانعا للأحداث فحوله إرهاب الميليشيات موضوع الحدث. أديب الجنانين استشهد وهو يقوم بدوره في تغطية عودة الحكومة بمطار عدن، فضرب الإرهاب المطار ليذهب أديب كرقما في طريق سلكه الإعلاميون، ضيقه الإنقلابيون منذ عام 2015 ميلادية قتلا وتنكيلا واختطافا وتضييقا على الصحفيين، ولا زالت تقتلهم. فالجنانين يحمل الرقم 41. استراتيجية الميليشيا في التعامل مع الإعلاميين رسمها زعيمهم السيء عبد الملك الحوثي عندما قال أن الإعلاميين هم العدو الأول لليمن، وبالتالي منذ 6 سنوات والإعلاميين يتلقون أصناف من التنكيل والوباء والاختطاف والقتل والاستهداف والمنهج من قبل هذه الميليشيا، لأنهم يريدون أن يرتكبوا هذه الجرائم ويريدون أيضا أن يقتلوا شهود الحقيقة الذين يفضحونهم على مرأة ومسمع العالم. واقع أسود يحيط بمن يعمل بالإعلام. منذ وصول الحوثيين دمروا المؤسسات الإعلامية كصحيفة الجمهورية التي تأسست عام 1962 ميلادية، ودمروا إذاعة تعز وشردوا موظفيها بعد عملها لما يزيد عن 55 عاما بلا توقف، وكبلت كل صوت لا يسبح بحمدها، وقتلت المصورين والإعلاميين، واعتقلت واختطفت إلى سجونها من لا زالوا إلى اليوم في المعتقلات يعانون. فالإرهاب لا يقبل الشهود ولا قول الحقيقة، فالحوثيون تفوقوا على داعش في جرائمها ضد الإعلاميين. صفحة ميليشيا الحوثي تجاه الإعلام والإعلاميين سوداء، وكل صفحاتها سوداء. الحوثي منذ أن بدأت هذه الحركة بالانتشار في المحافظات أعلن سيدهم حربه على الإعلام وعلى الإعلاميين، وأعطى إشارة البدء. وبالتالي منذ بداية الحرب هناك ما يقارب من 63 قتيل حتى اليوم. خلال العام الماضي فقط 122 انتهاك بحق الإعلاميين وبحق المؤسسات الإعلامية. أكثر من 100 انتهاك ضد الإعلاميين خلال عام 2020 ميلادية، وهناك قائمة طويلة في تعز كبقية المحافظات من الانتهاك بحق الإعلام والإعلاميين الذين قدموا حياتهم من أجل إظهار الحقيقة. البعض شرد وطورد لمجرد مقال أو تغريدة، وصمت المجتمع الدولي عن تصرفات الميليشيات شجعها أكثر على مواصلة إرهابها. فبمجرد أنك صحفي فأنت متهم، ولا حرية لصحفي ولا لصاحب رأي في دين الميليشيات.